انتي بتتمني اني ما افتح محل ببيتك ما هيك؟ بس عندي شرط صغير كتير، لازم تمشي حفيانة فوق هالجمرات يلي عم تحترق هلأ، وهي المسافة كلها. مرت عمي، هاي المرة مجنونة، اوعك تفكري تعملي هالشي ابدا. لا، هلا القصة متعلقة اليوم بأخلاق هذا البيت وسمعته بكل عاداته حتى، وما ممكن غرور اي حدا يقدر انه يوقف قدام قوتهم. واذا لازم اثبت هذا الشي وامشي فوق هالجمرات المحترقين بهاللحظة، فأنا رح امشي. انت شو عم تحكي لاتا؟ ماما ما في ضرورة انك تعملي هيك، خلص بلاها. امي لا توافي، لا تروحي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.